شباب الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. أيضا معي السيدة سعد السعدي أحد الأعضاء الفعالين جدا في اتحاد تنس كرة القدم. راح يمكن طويلة وتعب، لكن هي حلاوة الإنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر قناتكم ونشكر تواجدكم. طبعا التعب يزول أثناء السفر، والحمد لله والشكر إنجاز كبير جدا للرياضة العراقية، وإنجاز بحد ذاته يعني بصراحة نفتخر به احنا كاتحاد تنس كرة القدم، نفتخر به كرياضيين، وهذا الشيء يعني راح يسجل للتاريخ انه اتحاد فتي حقق انجازات كبيرة جدا. طبعا انا من خلال قناتكم اشكر تواجدك ودعمك المتواصل مع اتحاد تنس كرة القدم. نتمنى الاعلام واخواننا الاعلاميين يهتمون في انجازات تنس كرة القدم، يعني كرة القدم أصبحت هي المحور الأساسي للرياضة العراقية، لكن نتمنى أنه أخواننا الرياضيين وأخواننا الجمهور والإعلام يدعم تنس كرة القدم. أولا الحمد لله على السلامة، وثانيا مبروك على هذا الإنجاز. الله يسلمك كابتن حبيبي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للشعب العراقي هذا الإنجاز. الحمد لله والشكر قدرنا نحقق إنجاز عالمي في فترة قصيرة وأعداد قصير، يعني ترجمنا تعب الاتحاد وتعب اللاعبين، وصلنا لمرحلة انه في الدول الاوروبية قاموا يمدحون بالمنتخب العراقي، فهذا انجاز بحق ذاته. نطالب من الجهات المعنية دعم الاتحاد بجدية، لان احنا صار اعدادنا بمحصور يعني داخل العراق، اغلبية البلدان صارت معسكرات بحسب اللي القرب والمسافة وتسهيل المهمة. فاحنا ان شاء الله ما دام حققنا هذا الانجاز الثاني على مستوى العالم، نطالب الجهات المعنية بدعم هذا المنتخب، منتخب يستحق الدعم. شيل الرحلة مالكم شلون كانت؟ شعور بالفوز؟ أول شيء اللهم لك الحمد على كل شيء. هي بالأخير هي صارت يعني إنجاز، وحصد التعب صار سنين يعني مو بيوم وليلة، تعب اتحاد، تعب مدربين، وتعب إدارة، وتعب لاعبين. يعني الحمد لله وشكر قدرنا نحقق هذا الشيء بفترة قصيرة وبتعب كلش صعب وقوي. يعني الحمد لله السفرة صارت كلش مرتبة، يعني أكيد من الاتحاد تعب على هيك شغلات. الحمد لله قدرنا نحقق هذه الشغلات بوقت قصير، ومدة أسبوعين بطولتين، إنجاز عالمي ثالث بثاني بثالث وعلى أكثر من فئة، يعني شيء عظيم ويحسب للاتحاد العراقي لتنس كرة قدم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك كابتن، ومبروك عليكم هذا الإنجاز. الله يبارك فيك، رحم الله والديك. لما تهدون هذا الفوز؟ الكابتن صفاء رئيس الاتحاد نهدي له هذا الفوز. طبعا هو تعب ويانا وقدم كل عنده في سبيل ان نحقق انجاز للعراق. الحمد لله وصلنا الى ارض الوطن، والحمد لله انه قدرنا نحقق بطولة العالم في رومانيا التي مقام في عاصمة بوخارس، على المركز الثاني عالميا، وفي فعالة الثلاثي والزوجي في المركز الثالث عالميا. والحمد لله هذا بجهود مدربين ورئيس الاتحاد دكتور صفاء وأسعد الساعدي والمدرب كابتن مصطفى، وإن شاء الله هذا الإنجاز كبير للعراق، وإن شاء الله في القادمة الذهبية إن شاء الله.